ازاي انت قدرت تأدي ان مصر يعني الحمد لله 15 ميداليه متنوعه في بطولات شباب، ازاي انت عملت مع اللعيبه دي ايه؟ هو اولا احنا بنشكر حضراتكم على الاستقبال الجميل دوت، ممكن نحتفل بابطال عالم حقيقيين قدروا ان هم يرفعوا علم مصر في وسط اكثر من 125 دوله وسط العالم، من بينهم اليابان اللي هي اللي اخترعت اللعبه ذات نفسها، وان احنا قدرنا ان احنا نفوز عليهم عفوا في بعض الايفنتات. ثانيا انا مش لوحدي في الجهاز الفني البدني المنتخب، انا مسؤول عن الاعداد البدني لمنتخبات الكتف اولاد وبنات، في معايا الدكتور محمود ربيع من خط الاحمال البدنيه، ومعايا الكابتن احمد مختار مدرب الاحمال البدنيه الناشئين للكوميتي، لكن انا ماسك الاعداد البدني لمنتخبات الكتف ناشئين شباب 21 سنه اولاد وبنات. طبعا انا مؤمن بمقوله بتقول ان كلما زادت صفاته البدنيه تحسن عند اللاعب كلما زادت ثقته بنفسه. دايما كنت بقول اللعيبه عفوا بقول اللعيبه في التدريب عشان اقدر ان احفزهم واحسهم على ان هم يستحملوا المجهود الكبير اللي انا بطلبه منهم عشان يقدروا يقفوا على رجليهم، وزي ما حضرتك شفتوا في الفيديو كده ان هم بعد ما خلصوا الكاتا والبنطايل وشرح الكاتا خارجين من الملعب ما عندهمش اي اجهاد بدني، خصوصا ان ده من ضمن الشروط المعايير الحكم على اللاعبين ان الاداء الرياضي، ان اللاعب يخلص المباراه بتاعته وواقف على رجليه مش حاسس باي اعياء ولا اجهاد، لدرجه ان هم بعد ما خلصوا الفاينل خطفوا اللاعبين وخدوهم علاجه المنشطات على طول، قالوا الاولاد دول اكيد واخدين منشطات. فطبعا ده مش منشطات ولا حاجه، احنا الحمد لله بنكسب بتوفيق ربنا ثم جهدنا وعرقنا وتعبنا، عملنا اعداد جيد جدا جدا طول السنه، كان بيتخللوا التدريبات داخل صاله التدريب، داخل الجيم، داخل التدريبات في التراك على الرمله بتاعت الخيل عشان تقويه العضلات الرجلين. فهم كانوا بصراحه على قد المسؤوليه. دي حقيقه. ولاد وبنات قدروا ان هم يرفعوا علم مصر وسط عظماء العالم اللعبه، وهي مصر دايما ولاده، ده مش اول انجاز لمصر، احنا عاده داخل المربع الذهبي ما بين اول وثاني وثالث، بس السنه دي الفرق ان كان في انجاز تاريخي ما حصلش قبل كده في العالم، ان فرقه كاتا جماعي بنات تجيب اول على مستوى العالم، وده الانجاز الاولاني. الانجاز الثاني ان الاول الفاينل كان مع اسبانيا صاحبه الارض، ده كان ماتش صعب جدا، انت بتلعب صاحبه الارض على في الفاينل في وسط جمهورهم وكل استاد كان بيشجع، بس احنا قدرنا بتوفيق ربنا ومجهود اللاعبين اللي معانا ان احنا نحاول الجماهير دي ان هي تشجع المنتخب المصري، كانوا فرحانين بيه جدا جدا جدا، وتوقينا تهاني من كل دول العالم بعد المباراه، روح رياضيه عاليه جدا منهم، هم ناس متحضرين عندهم ثقافه المكسب والخساره، احتفلوا جامد قوي بالمنتخب المصري والخد يعني، والشركات الراعيه للبطوله ادت اولادنا هدايا رمزيه بعد البطوله كنوع من التقدير ليهم، ودي كانت حاجه كويسه جدا بصراحه. في حيويه وفي نشاط، هل ده يعني ممكن نقدر نحافظ عليه مع السن وتقدم السن؟ ما انت شايف ان في خامات تقدر تستحمل كمان 5 6 سنين قدام مصر تقدر تسيطر على الفرقتين الكبار وفي وقت؟ طبعا احنا بنمشي بخطه، الاولاد دول هم الاستثمار الحقيقي لينا، ان احنا انا يعني جايز سؤال حضرتك دوت، انا اقول ان رجال الاعمال والشركات الراعيه للالعاب الرياضيه ان ده استثمار حقيقي، ان اللوجو بتاع شركه حضرتك هيتحط على بدله او تريننج لاعب وهو طالع على مصر التتويج على مستوى العالم، انت مش بتعلن عن شركتك هنا في مصر، لا انت بتعلن عنها في دول الالعاب الافريقيه والبحر المتوسط والعالم، وده بيبقى على منصه التتويج واضح لكل الناس. احنا بالفرق اللي بنلعبهم تلاقي على التوب ترينك بتاع الولد او على البدله بتاعته السبونسر اللي بيرعاه، فلا الاتحاد المصري للكاراتيه عنده كنز رهيب من افضل العالم، يعني لما هترعاه شركتك هتتشاف على مستوى العالم كله.